محرك بحث سوري. لما نقول محرك بحث سوري له أبعاد كتير مهمة. أول واحد نحن من وجهة نظرنا كوزارة اتصالات نهتم بموضوع دعم صناعة البرمجيات. فلما نقول إنه طلع محرك بحث اللي هو برمجية عملاقة تعتبر إذا منقارن نحن بالعملاق اللي هو جوجل، فهي كتير شغلة مهمة إنه تكون صادرة من قبل شباب سوريين. نحن بهمنا إنه ضلوا موجودين بالبلد عم يشتغلوا بموضوع صناعة البرمجيات لحتى نقدر نطور هاي الصناعة وتصير فعلا رافد حقيقي للاقتصاد الوطني. شمرة بازار هو عبارة عن منصة موجودة من أحد خدمات شمرة بتمكن البائع والشاري بسوريا من التواصل مع بعض ضمن بيئة مرنة وسهلة. يعني المستخدم قادر أو البائع قادر أن يقوم بإنشاء متجر إلكتروني على شمرة، يعرض البرودكتس المنتجات اللي له على هذا المتجر، قادر أنه يتواصل مع المستخدمين أو قادر الشاري يتواصل مع أو يختار بالأحرى مفاضلة بين المتاجر أو المنتجات ويختار المنتج الأفضل ويتواصل مع الشاري لإنهاء الصفقة. الهدف من جذب عدد أكبر من المستخدمين السوريين، توسيع منصة محرك البحث شمرة، رفدوي خدمات أكثر تهم المستخدم السوري. طبعا حكينا نحن على مجموعة من الخدمات اللي حكى عنها شادي، هي خدمة شمرة ناس وشمرة وظائف وشمرة بازار، كل واحدة إلى خصوصية خاصة. شمرة ناس رحنا الهدف منها الحد من سيطرة وهيمنة وسائل التواصل الاجتماعي الأجنبي على السوق السوري، على المجتمع السوري. نعمل وسيلة تواصل اجتماعي خاصة بسوريا، هذا شيء كتير مهم، شيء آمن.